بسم الله السلام عليكم خاوتي. في هذه لا فيديو راح نشوفوا جو سوسيتي جديد اللي اسمه جانو. هاد لو جو يتطلب زوج من زهور النلد، زهرتين نلد 2 دي، يتطلب 4 بيون بور شاك جوور. وانا راكم تشوفوا استعملت دي بيون تاع الدامه ولا تاع باغامون، نتوما تقدروا تستعملوا قريصات ولا نيمبورت كوا، ان ستيلو، ان كارني، ان كالبان، كناش ولا اون فاي اللي ترسموا فيها جانو. كما راكم تشوفوا حيز كبير فيه 7، حيز صغير اللي ريبريزونت لا تيت فيه 2، 3 الكات في اليدين مع الديس في اليدين، 5 6 في الرجل، 8 اون با، 9 في الرجل، 11 كما راكم تشوفوا. دركا واشنو لو بوت دو جو؟ الاخر اللي يبقى له دي جوتون هو الربح، واللي يخسر كاع لي جوتون تاعو بيان سور يل سور من اللعبه، يخرج من لو جو. دركا سي فو بيرميتي راح نديرو بتيت مانش باش نشوفو لو ديرولمون تاع لو جو. بسم الله، طاحوا لي 4، نحط لو جوتون تاعي في الرقم 4. دركا مدام دو جوي لو كان يطيح لها 4 ال ريكوبير مون جوتون. طاح لها ان 7 تحط الجوتون تاعها في لو 7. ملاحظة، لي جوتون اللي يكونوا في 7 اي سون اي ريكوبيرابل، تسمى اون فوا يتحط في 7 سي بون، اي ريست اوي. بسم الله، عندي ان 6، نحط لو جوتون تاعي في لو 6. مادام عندها ان 6 ال ريكوبير لو جوتون تاعي. عندي ان 10، نحط لو جوتون تاعي في لو 10. مادام طاح لها ان 6 تحط ان جوتون في لو 6. طاح لي ان 2 نحط لو جوتون في لو 2. كيما راكم تشوفوا ما عندي اوكان بيون، مادام باقي لها زوج تاع لي بيون، تسمى مادام هي اللي ربحت وانا اللي نخرج من اللعبة. جيسبر كو قواعد اللعبة اون ايتي سامبل كلير، تكونوا فهمتوا لو جو. جيسبر انه يفيدكم باش تستمتعوا مع ولادكم، صحابكم، جيرانكم. Je vous dis mala bach ma tawlch alikoum a une autre vidéo pour un autre jeu de société. Wallah yerhamandikoum.